فقدم جابر المدينة، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم قبله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يدخل المسجد فيصلي ركعتين. إذن هذه أعني صلاة ركعتين أول ما تقدم إلى بلدك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. وما أظن أحدا من الناس اليوم إلا قليلا يستعمل هذه السنة، ولكن لجهل الناس بهذا، وإلا فالأمر سهل والحمد لله. وسواء صليت في مسجدك الذي كنت تصلي فيه القريب من بيتك، أو صليت في أدنى مسجد من مساجد البلد الذي أنت فيه. فإذا مثلا قدمت وصليت في أول مسجد على دربك وأنت داخل لبلدك في نفس البلد حصلت السنة.